النجم الكبير حسين فهمي بيقول عن نفسه إنه مش محظوظ في الجواز، مع إنه اتجوز 6 مرات قبل كده وكلهم أجمل من بعض، لكن المرة دي يقال إن اتجوز الفتاة العشرينية مريم علاء. مين هي مريم علاء؟ وهل حسين فهمي اتجوزها ولا لأ؟ كل ده وأكتر هتعرفوا معايا في الفيديو ده. من تاني رجع الحديث عن الفنان حسين فهمي وعلاقاته النسائية. المرة دي انتشرت ليه صورة مع بنت في العشرينات من عمرها، البنت هي الموديل مريم علاء، وقيل ان اتجوزها وفرحهم كان من كام يوم. ده اللي اتقال على السوشيال ميديا، واتضح بعد كده ان الكلام ده غير صحيح. ايه حقيقة بقى جواز مريم علاء من حسين فهمي؟ الحقيقة أن حسين فهمي لا تربطه أي علاقة أسرية مع مريم علاء، هي مجرد موديل بتحب تظهر مع الفنانين وتاخد صور معاهم. حسين فهمي بالنسبة لها واحد من الفنانين المفضلين جداً، ولما صدفت وقابلته قررت أنها تاخد معاه صورة، كانت هي الصورة المثيرة دي. بسبب ملابس مريم علاء الرياضية ودرجة قربها منه في الصورة طلعت الإشاعة. طيب مين هي مريم علاء بالتفصيل؟ مريم علاء البنت اللي ظهرت مع حسين فهمي هي فاشون موديل في بداية مشوارها الفني، واتولدت مريم علاء في محافظة الأسكندرية، وسبق وشاركت مريم كمان مع الفنان حسين فهمي في أحد الإعلانات الخاصة لمنتجع سياحي. مريم علاء من محبي التصوير مع الفنانين، ظهرت قبل كده مع عدد من النجوم، وكل صورة بتاخدها بتقوم بنشرها على صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي سواء فيسبوك أو انستجرام. كان ليها كمان صورة قبل كده مع النجم الكبير باسم سمرة. ظهرت قبل كده مريم علاء مع الإعلامية رضوى الشربيني على قناة سي بي سي، واللقاء بتاعها تقابل بتفاعل كبير جدا. لحد هنا نكون عرفنا مين هي مريم علاء. يجي الدور بقى دلوقتي اننا نعرف عدد زوجات حسين فهمي الفعليين، ودول بقى كانوا كتير. الفنان حسين فهمي اتجوز 6 مرات قبل كده. اول مره اتجوز فيها حسين فهمي كانت بعد عودته من الولايات المتحده الامريكيه، اتجوز وقتها من ناديه محرم وخلف منها ابناء محمود ونائله. اما تاني مره اتجوز فيها حسين فهمي كانت من الفنانه ميرفت امين، وده حصل سنه 1974 وخلف منها بنتهم منة الله، واستمر الجواز ده لحد 1998. بالنسبة لتالت جوازة كانت من الفنانة نينا، لكن دي ما استمرتش كتير، تبعها على طول زواجه من خبيرة الكمبيوتر هالة فتحي، وأعلن عن خبر جوازهم في مهرجان القاهرة السينمائي. وفي سنة 2007 كان زواجه الخامس من الممثلة لقاء سويدان، والمرة دي انتهى الجواز بينهم في 2012، وكان فيه خلافات كبيرة جدا، ووصلت الخلافات دي لساحات المحاكم. وقتها رفعت الفنانة لقاء سويدان قضية على حسين فهمي في محكمة الأسرة، وحكمت عليه بنفقة 29,700 دولار وفقا للمادة 170 من القانون، ويقال ان المبلغ ده علشان كان اضرار مادية حصلت لها من طلاقها غيابيا. اخر مرة بقى والله اعلم تكون الاخيرة ولا لا، هي زواجه في شهر اكتوبر 2013 من السعودية رنا القصيبي، بس دي كمان اقامت ضده قضية خلع في شهر مارس سنة 2017. في النهاية انتم ايه رأيكم في الاشاعة اللي طلعت على الفنان حسين فهمي ومريم علاء؟ وهل ممكن فعلا تتم وتكون الزوجة السابعة لحسين فهمي؟